انا مش عارف ايه المغزى ولا اللعبه دي. هات وريني. تقريبا كده لازم تخرج الكور منها. لحظه، اكيد في زرار سري جوه، لما تدوس عليه الكور تطلع. سعيد خلي بالك، شكلي قربت اوصل، ابتديت اشوف نور في اخر الطريق. يا ابني انت لسه في مكانك. ايه قصدك ايه؟ ده اتحشر. قلت لك خلي بالك، دماغك كبيره، دماغي مش عارف احركها. جرب تلف راسك وتشد. ايه اللي جابك المنطقة هنا رشيد؟ جاي ياخد حق ابويا اللي غدرت بيه هو رجالته من 15 سنة. هو انت تبقى؟ ايوة انا رشيد ابن المعلم مشمش، واذا كان المعلم مشمش مات فحقه عايش، وبدل ما كنت اخد منك المنطقة بس فهاخد منك المنطقة وعمرك معاه. ها والله البسس طلع لها صوت وبقت تعرف تناونو. خد ديلك واسحب يلا من هنا عشان ما خلاكش تحصله. بقولك ايه، ما كفايه هبل، الليل قرب يليل والواحد جاع. يا عم ايه الفصلان ده؟ الحته اللي بحبها كانت جايه. ها انت شايف ان دي حاجه لوش انك طالع مع صحابك تتنفسوا من عيصتك بس سمكه؟ ما فكرتش انك بتحرمهم من عيالهم؟ ايه رايك اصطاد امك دلوقتي؟ الموضوع ما طلعش مسلي من عندك مش كده؟ مهمتنا سهله، كل مطلوب مني اصطادها واروح البيت لمراتي في سلام من غير نكد. هي اختفت واحد فين؟ ولا ما كانش في بطه من اصله واللي شفته ده كان مجرد سراب عشان جعان؟ غريبه. هي والله وربنا كانت لسه موجوده باللحظه، انا ما اتجننتش. اي نوع سحر بيمتلكوا من الصدمه ده؟ انا بقالي كتير متربع على عرش الحيوانات، عمري ما قابلتني حاجه زي كده في حياتي.